بصيت للدنيا بوضع مختلف شويه. ايه هو الموقف اللي غير حياتي ووجهة نظري؟ انا جه عليا يوم كده كنت متضايقه، كنت زعلانه جدا ومخنوقه، وفي موقف حاصل معايا فخانقني وكده. المهم كان عندي صداع شديد قوي، يعني صداع هيفرتك دماغي حرفيا، لدرجه ان الم الصداع كان واجع لي اسناني، يعني واجع لي ضروسي من كتر ما الم الصداع شديد. خدت مسكن، المسكن مفيش فايده، مش عامل حاجه، عيني احمرت، حسيت انها تعبانه قوي، فقلت انام شويه يعني اريح وكده، يمكن لما انام ده ممكن قله نوم مثلا او حاجه اقوم كويسه. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا نمت وقمت مسكت منديل حطيته على مناخيري، فبصيت لقيت فيه خط دم مجلط كده خارج في المنديل. طبعا ايه الخط الدم المجلط ده، لما نزل انا ارتحت خالص وحسيت ان انا كأني مفيش اي صداع في دماغي ولا اي حاجة. كان الالم لسه موجود بس كان خف، يعني زي ما بقول لكم خف عن الاول كتير، اللي هو ايه يعني مدروخة بس الالم يحتمل، يعني مش اللي هو لا يحتمل، انا كان الالم عندي لا يحتمل حرفيا، يعني ما كنتش قادر استحمل. حلو الكلام. فالمهم صورته لدكتوره واحده صاحبتي دكتوره، لقيتها اتخضت واجري روحي للدكتور، ولا حالتك خطيره ومش حالتك خطيره. طبعا يعني الموضوع مش في دماغي، يعني ايه ده، ممكن ده شويه دم نازلين، حته دم متجلطه نازله في منديل، فموضوع بسيط يعني مش مستاهله كل ده. المهم رحت المستشفى، اكتشفت ان دي كانت ممكن تكون جلطه، يعني كانت تبقى جلطه علشان انا كنت زعلانه، الموقف اثر فيا فزعلني. ففي وقتها بقى حمدت ربنا ان الموضوع عدى على كده، وان ما بقتش جلطه، لان انا عندي عيالي محتاجيني، فانا لو جرالي حاجه يعني. فانا قعدت كده فكرت مع نفسي اللي هو ايه، يعني انا ليه ازعل واوصل للمرحله دي؟ يعني لو كانت جت لي جلطه كان ايه اللي ممكن يحصل؟ ولادي هيعملوا ايه اللي هم متعلقين بيا ومحتاجيني في حياتهم، وانا لازم اكون موجوده في حياتهم ولازم احافظ على نفسي عشانهم، لو حتى مش عشاني عشانهم هم، لحد ما يكبروا ويسندوا نفسهم. يعني قعدت كده فكرت مع نفسي، وانا لو كان جالي الجلطه دي كانوا هيعملوا ايه، او انا كنت هعمل ايه؟ وحتى طبعا اهلي اكيد هيخافوا عليا، اهلي برضو اهم ناس في حياتي. فمن بعدها يعني من وقتها لما بلاقي نفسي ان انا بتضايق قوي او في حاجه بتاثر فيا قوي بهرب، بعمل اي حاجه انسى، يعني انسى الزعل وما احطش في دماغي، لان طلعت ان صحه البني ادم دي يعني اهم حاجه في الدنيا، وان الواحد صحته مش بايده او حياته مش بايده، ممكن بس حاجه صغيره يعني نقطه الدم دي كانت ممكن تدمر لي حياتي، بس هو ده الموقف اللي غير لي حياتي حرفيا.